لسه مكملين معاكم في اهم الاخبار الخاصه بالساحره المستديره. كمان نفى نادي البنك الاهلي الانباء المتداوله عن قرب اسامه فيصل مهاجم الفريق من الانتقال للنادي الاهلي. قال اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي: اسامه فيصل غير معروض للبيع ولن يرحل عن صفوف البنك الاهلي. وعبر الهاتف ينضم لينا سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي. يا صباح الفل عليك، اكيد منورنا يا سياده اللواء النهارده في صباح اون تايم. ربنا يخليك يا شيما، صباح الخير. دايما بكون سعيده بوجودك والله يا سياده اللواء، يعني دايما بتكون منوره. الله يخليك الله يخليك، وكنت منوره في العالمين. الله يخليك، ده من ذوق حضرتك والله. طيب بنتكلم عن اسامه فيصل والحديث عن انتقاله للنادي الاهلي الفتره القادمه، ولكن احنا سمعنا عن اخبار وتصريحات خارجه من نادي البنك الاهلي بتنفي كل الكلام ده. طبعا يا شيما، اسامه فيصل لاعب مهم جدا بالنسبه لنا، واحنا يعني خلاص هو انضم بصفه نهائيه لنادي البنك الاهلي. اولا هو ما يعني احنا متمسكين بيه ومكمل معانا ان شاء الله، لان هو يعني عنصر مهم بالنسبه لنا. ثانيا ما فيش اي طلب من جانب النادي الاهلي، سواء ودي او شفوي او رسمي بالخصوص يعني. وبالتالي هو ان شاء الله معانا ونكمل معانا، وباذن الله يعني يكون عنصر مهم في تحقيق طموحنا السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. ست لو يمكن في الأسابيع الأخيرة من الدوري المصري الممتاز أو دوري النايل المنقضي شفنا أن نادي البنك الأهلي في حالة من الصحوة كده، ولحق نفسه بشكل كبير جدا قبل ما يكون يعني عايش في حالة قلق من الهبوط أو التخوف من الهبوط. برضو سمعنا أن في خطة للسنة القادمة أو للموسم القادم من دوري النايل حضرتك عاملها، منها طبعا تعاقدات وأشياء فنية وغير فنية. خليني أسألك عن التعاقدات الجديدة يمكن اللي شفناه حتى الآن، التعاقد مع محمد إبراهيم وأيضا التعاقد مع لاعب آخر. أحمد ياسر ريان. طيب خليني أسألك، هل في المزيد من التعاقدات في الفترة القادمة؟ طبعا احنا يمكن بدأنا بهشام صلاح اللي هو الظهير الأيمن بتاع نادي الاتحاد، لأن الكابتن طارق كان عايز يعني 70 في المركز ده. وبعدين هو برضو كان بدأنا نبص على دوري المحترفين، لأن في عناصر كويسة جدا يا شيما، ويمكن في عناصر الموسم اللي فات انضمت لأندية وتألقت، فبرضو ضمينا لاعب من لافينا وضمينا لاعب تاني من الإنتاج الحربي، وبعدين ضمينا الصفقة المهمة جدا بالنسبة لنا محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان. صحيح. وان شاء الله يعني بنتابع وبنكمل مع الكابتن طارق بحيث نشوف ايه لو في احتياجات تانية هو عايزها الفتره اللي جايه يعني. طيب خليني اسال حضرتك، هل في اي مفاوضات في الوقت الحالي مع ناصر منسي لاعب نادي الزمالك؟ لا طبعا، ناصر يعني مهاجم متميز وكان عندنا قبل كده، بس طبعا التدعيمات اللي احنا عملناها يمكن فيها نفس المركز بتاع ناصر منسي اللي هو احمد ياسر ريان، وبالتالي يعني لسنا في حاجة لتدعيمات أخرى بالنسبة لمركز رأس الحرب. طيب أخيرا خليني أسأل حضرتك عن قرار تعيين كابتن سامي الشيشيني كمدير للكرة، هل القرار ده كان بطلب من المدير الفني؟ طبعا احنا حضرتك بالنسبة يعني للدائرة المحيطة بالمدير الفني لابد ان هو يكون يعني هو رؤيته احنا هو بيعرضها واحنا بنحاول ان احنا نحققها له، على اساس يبقى التجانس موجود ما بين كل اعضاء الجهاز الفني. وطبعا كابتن سامي الشيشيني ليس في حاجه لتعريف يعني، طبعا يعني هو اضافه كبيره اكيد متميزه. صحيح. واضافه كبيره، وان شاء الله برضو يكون عنصر مهم معانا في تحقيق طموحنا السنه الجايه ان شاء الله. ست اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، بشكرك جدا على التواجد معانا النهارده، كل التوفيق ان شاء الله بنتمناه لنادي البنك الاهلي في الموسم المقبل وكل كمان الفرق اللي بتشارك في دوري النايل او دوري الاضواء.